السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالتلاميذ الثانية بكالوريا في الجزء الرابع من السلسلة التمهيدية. في هذا الجزء الرابع غادي نشوفوا درس الاشتقاق. الجزء الأول من درس الاشتقاق هو كيفاش نحسبوا العدد المشتق باستعمال التعريف. ثم غادي نشوفوا في الجزء رقم 5 حساب الدالة المشتقة وبعض الدوال. إذا نبداو على بركة الله. إذا باش كنحسبوا العدد المشتق أو لا فوقاش كنتكلموا على العدد المشتق؟ إذا كان الحالة الأولى ليميت x يؤول إلى أو h يؤول إلى صفر نتاع f ل x 0 زائد h ناقص f ل x 0 على h. إذا كانت هذه النهاية كتساوي عدد، فهاد الحالة نقدر نتكلم على العدد المشتق. هذا العدد كيكون هو الفتحة نتاع x 0. هذا العدد هو الفتحة نتاع x 0. إذا كانت مجسمة فيني ولا مولة فيني ولا لا تقبل نهاية، فإن f لا قبل الاشتقاق في x 0. مزيان نعاود، فوقاش تكون f قبل الاشتقاق في x 0؟ إذا كان هذا الليميت كيساوي عدد حقيقي. إذا كان عدد حقيقي كنقولوا أنها قابلة للاشتقاق، وهذا العدد هو العدد المشتق. كان مزروع بالفتحة نتاع x 0. بعض المرات ملي كنستعملو جهة الصيغة وتغيير المتغير كنستعملو هاد الصيغة ليميت x تؤول إلى x 0 نتاع f x ناقص f ل x 0 على x ناقص x 0. فوقاش كنستعملو هاد الصيغة؟ بعض الحالات كتكون الدوال باينة على هاد الحالة ولا هاد الحالة ولا هاد الحالة. وفوقاش كنستعملو هاد الصيغة؟ ملي كتكون الدوال المثلثية غير غالية، ولا ملي كتكون شي تعبير إلا استعملت هادي يعطيني شكل غير محدد اللي خصنا ندير فيه تغيير متغير، متفقين؟ أما في هاد الحالة هادي ضروري نستعمل هاد الحالة هادي ضروري نستعمل هاد الصيغة علاش كتسهل عليا بزاف. إلا استعملنا هاد الصيغة غادي خصني ندير تغيير متغير ونطول الطريق على راسي. علاش؟ لان في السينيس ملي كيكون عندي شكل غير محدد كنقدر نرجع لشكل محدد في الصفر. كنعرف بان ما الليميت نتاع السينيس اكس على اكس عندما يؤول اكس الى الصفر كتساوي واحد، هادي كنعرفها. وكنعرف الليميت نتاع واحد ناقص كوس اكس على اكس اثنين كتساوي على جوج في الصفر. اذا مادام اكس زيرو ما كيساويش الصفر خصني انا اكس تؤول الى الصفر، اذا غنستعمل هاد الصفر. المهم غادي نعطيكم ملخص دائما اللي يعطيوني شي دلاله ما فيهاش سينس وما فيهاش كوساينس وما فيهاش طونجونت نبدا بهذه الطريقه. الا ما خدمتش غنمشي لهذا نبدا بهذا. الا كان عندي سينس ولا كوساينس ولا طونجونت، الداله فيها سينس ولا كوساينس ولا طونجونت، بغيت نحسب العدد المشتق بغيت نعرف واش قابل للاشتقاق، كان يحتاج لهاد الصيغه. الا ما كانش اكس 0 كيساوي صفر، الا كان اكس 0 كيساوي صفر نقدر نخدم بهذه. ولكن في هذه الحالة عندي x زائد مخالف صفر وعندي سينس كنخدم بهذه في هذه الحالة زوج. مزيان، هذا السؤال كذلك يمكن أن يطرح بطريقة أخرى. يقول لك أدرس قابلية اشتقاق الدالة f في x زائد وخطر على هذا السؤال نجاوبه بنفس الطريقة. إذا هذه الطريقة اللي نخدموا بها كنجاوبوا على جوج أنواع الأسئلة. السؤال الأول هو هذا، السؤال الثاني هو إذا قال لك أدرس قابلية اشتقاق في x زائد ضروري نحسب الليميت. إذا الحالة الأولى x تؤول إلى x زائد اللي هي واحد ديال اف اكس غنخدم بهاد الطريقة، نقدر نخدم هادي ونوصل 100% يعني بسهولة، ولكن بالعكس نخدم هادي لأن كتكون أسهل. ناقص اف ل اكس زيرو على اف ل واحد على اكس ناقص واحد، راه هادو نقدر نخدم بيهم بجوج بيهم، ولكن كنقول لك اللي ساهلة اللي في الصعب والصعب. نتمنى تكونوا فهمتوني، ما نشرحش السؤال نجاوبك. اف اكس هي 4 اكس ناقص واحد ناقص اف واحد نعوض 4 في 1 4 ناقص 1 هي 3 على x ناقص 1 تساوي ليميت ضروري على القشر غير محدد ومن بعد نغير له الشكل 4x ناقص 4 على x ناقص 1 إلى عوض غادي يبقى شكل غير محدد بطبيعة الحال. هنا 4 في 4 ناقص 4 0 ها هي 0 1 ناقص 1 0 0 على 0 شكل غير محدد. وقلنا ملي كيكون 0 على 0 كنعمل وكنحل المشكل. إذا العلم ب 4 نختزل بإكس ناقص واحد مع إكس ناقص واحد تبقى 4، إذا النهاية تاعي هي 4. إذا إف قابلة للإشتقاق في واحد ولا عند واحد
مزيان هو دابا مطلوب ماشي هو بين لا بريسيون ولكن ضروري تكون عندهم الفتحه تاع واحد كتساوي 4 هانت بغيت تاكد انت راك دابا عارف الشيء اللي ما تقربوا باك ماشي في السيزيام حس السيزيام راك تدور مثلا شوف الى حسبت الشقه تاع هذه هو 4 الفتحه هو 4 الى درت الفتحه تاع واحد يكون هو 4 صافي الفتحه تاع 10 هو 4 وهنا وهنا في المكان زوج ثلاثة أربعة خمسة سبعة هذه مثل القابلة شنو هما درت أنا واحد زوج ثلاثة مزيان إذا نمشيو عند الحالة الثانية الطريقة تجاوب على هذا السؤال خصكم تعرفوا إلا لكم سوق العدد المشتقة هي الطريقة ديال الجواب إذا الحالة الثانية ليميت إكس كنا ما غاديش نستعمل الصناعة نستعمل الصناعة علاش لأن عندي سينيس وعندي إكس زيرو ما كيساويش صفر كيساوي على ثلاثة إذا ما ديرهاش تعود إلى صفر نتاع إف لي اكس 0 اللي هي بي على 3 زائد 12 ناقص اف اللي بي على 3 على اش تساوي ليميت اش تعود الى 0 اف هي سينس بي على 3 ناقص اف بي على 3 هي سينس بي ثلاثة تساوي ليميت اش تساوي على صفر اذا الى درنا ديريكت الى عوض ديريكت غادي نلقى شكل غير واحد 100% هو صفر المقام والفوق اش هو صفر سين تبع على ثلاثة وجبة ثلاثة على جوج ناقص ثلاثة على جوج صفر صفر على صفر بشكل غير محدد اذا ما لا بشكل غير محدد خصنا نستعمل صيام الصيام الاعتيادي اللي درنا هذه ولا هذه ولا طونجونت غادي نشوف اذا هنا كيفاش غنغير هذه الكتابه هذه الوسيله الوحيده اللي عندي وهي نستعمل صيغ التحويل باش نحول هذه الصيغه هذه حنا كنعرفوا بان سينيس ا زائد بي سينيس ا زائد بي كتساوي سين ا كوس بي زائد كوس ا سين بي يعني سينيس بي على 3 كوس اش زائد كوس بي على 3 سين اش ناقص سينس بي على 3 وجد 3 على جوج سينس بي على 3 وجد 3 على جوج يعني إذا على اش تساوي نعوض نعوض هنايا باش يكفينا البلاص إذا سينس بي على 3 هي جوج 3 على جوج كوس اش زائد كوس بي على 3 هي 1 على جوج سين اش ناقص جوج ثلاثة على جوج الكل على اش إلى عوض غادي باقي لي شكل غير محدد إذن تساوي قسم غير داك الشكل غير محدد كيفاش ندير كنعرف سينيس على سينيس على سينيس اش على اش هذا كنعرف نجبدو بوحدو يعني واحد على جوج سينيس اش على اش كنعرفها الأولى هذه سهلة لقيتها زائد هنا جدة ثلاثة على جوج ناقص جدة ثلاثة على جوج غير عمل جدة ثلاثة على جوج شنو تبقى؟ تبقى كوس اش ناقص واحد على اش مزيان إذا هذه كنعرفها وهذه خصني نضرب فوق سيدنا وندير هنا في اش خصني ندير اش وسيدنا ندير اش علاش؟ لأن كنعرف ها النهاية هذه واحد ناقص كوس اكس على اكس وسيدنا طبعا نخليها هكا تصفر الزوجة وندير إذا تساوي ليميت اكس أو عفوا اش تولي إلى صفر نتاع واحد على جوج سينيس اش على اش زائد جدة ثلاثة على جوج غادي ندير ناقص وندير نقلبهم باش تخرج لي هاد النهاية واحد ناقص ماشي كوس ناقص واحد ناقص كوس اش على اش سيدنا في اش هيا واحد اش يخلص تبقى لي اش صحيح وهذا هذا اللي قلبتهم وخرجت ناقص هنا اذا تساوي هنا سينس اش على اش في الزيرو هي واحد اذا واحد على جوج واحد ناقص جزء ثلاثة على جوج في هذه هي واحد على جوج اش في الصفر هي صفر اذا هذا الشيء يمشي للصفر تبقى واحد على جوج واحد هي واحد على زوج اذا اف قابله للاشتقاق
عند بيلا 3 وأرتفع هذه بيلا 3 هي واحد على جوج بالنسبة لكم إلى ما تتأكدوا تعرفوا شنو غادي ندير شنو هي الشقيقة وشنو هي أفتها في الحالة الزوجية هو الشقيقة تاع سينس إكس والشقيقة تاع سينس إكس هو كوس إكس يعني أفتها تاع بيلا 3 شكون هو أفتها تاع بيلا 3 هو كوس بيلا أفتها تاع بيلا 3 هو كوس بيلا 3 وكوس بيلا 3 هو واحد على جوج هذاك الشيء اللي كان واحد على جوج شتو إذا هو العدد المشتق طيب العدد المشتق هو هذا نمشيو عند الحالة الموالية دونك الحالة الموالية كما اتفقنا نقدر نخدم بها هذه نقدر نخدم بها هذه خذ راحتك نخدمو بهذه إكس تؤول إلى واحد نتاع إف إكس اللي هي ناقص ما على إكس الأول ناقص إف إلى واحد على إكس ناقص واحد تساوي ليميت إكس تؤول إلى واحد إف إكس هي إكس زائد واحد على إكس زائد جوج ناقص اف واحد ديال عوض اف واحد واحد زائد واحد جوج على ثلاثة على اكس ناقص واحد اذا الى عوض غنبقى سيكون غير واحد 100% الى عوض هنايا بواحد زوج على ثلاثة اذا ناقص جهة الصفر على صفر شكل غير واحد اذا بطبيعة الحال ملي يكون عندنا صفر على صفر كنحاول نختزل اذا نعمل شي حاجة نختزل ديك واحد المقام هنا واحد المقام هنا اذا غندير ثلاثة في اكس ثلاثة في واحد هي ثلاثة ناقص زوج في إكس ناقص زوج في زوج هي ناقص أربعة على ثلاثة في إكس زائد زوج على إكس ناقص واحد تساوي إذا هنا غادي تولي ثلاثة إكس ناقص زوج إكس هي إكس ثلاثة ناقص أربعة هي ناقص واحد يعني تولي إكس ناقص واحد هذه غتكون لتحت في إكس ناقص واحد هذه بقات هذه وجدت معها صحيح إن عندك أ على بي كل على سي كتساوي أ على بي سي هذا هو إذا تساوي إلى خلصنا إكس ناقص واحد مع إكس ناقص واحد تساوي ليميت إكس تؤول إلى واحد نتاع واحد على ثلاثة في إكس زائد جوج إلى عوضنا واحد زائد زوج هي ثلاثة في ثلاثة تسعة يعني النتيجة هي واحد على تسعة إذا إف قابلة للإشتقاق في واحد ولدينا العدد المشتق اللي هو أفتحة نتاع واحد كيساوي واحد على تسعة كذلك بالنسبة لكم كتلاميذ ثانية بكالوريا نتأكد واش عندي صحيح ولا لا بطريقة أخرى نحسب أفتحة ديال واحد كتساوي إشتقاق نتاع إكس زائد واحد على إكس زائد جوج فتحة تساوي إشتقاق نتاع البسط في المقال يعني هنا واحد إكس زائد جوج ناقص اشتغال تاع المقام في الوسط إكس زائد واحد على المقام وسيدنا إذا هنا إكس ناقص إكس مشي جوج ناقص واحد هي واحد على إكس زائد واحد كل وسيدنا عفوا على جوج سمع لي أي جوج إذا إلى عوضنا أفتح إكس أفتح إكس إذا درنا أفتح عليه واحد تساوي واحد على واحد زائد جوج كل وسيدنا واحد زائد جوج وسيدنا هي تسعة فوق واحد إذا هي واحد على تسعة إلا عندي صحيح إي باش نطمئن وصل بالنسبة لكم كتلاميذ ثانية بعد الأخرى أما بالنسبة للأولى بعد مازال ما وصلش هذا الشيء هذا الله إحنا مالا كنرجعو بعد ثانية بعد كنا غادي نذكرو هذا الشيء هذا إذا الحالة الموالية ليميت قلنا نقدر نخدمها هذه نقدر نخدمها هذه إكس تؤول إلى زوج تاع إف إكس ناقص هذه الحالة أربعة ناقص إف لزوج على إكس ناقص زوج كتساوي ليميت إكس تساوي إلى زوج إف إكس هي جدا مربع إكس ناقص واحد ناقص إف زوج هي نحسب زوج ناقص واحد واحد جدا واحد هي واحد على إكس ناقص زوج إذا تساوي أروح ليميت إكس تساوي إلى زوج بالنسبة لهنا إلى عوض لقى شكل غير محدد إذا بالنسبة للشكل غير محدد نتاعنا في الجدر المربع كنضرب مرافق وكنحيد هذا المشكل هذا إذا نضرب المرافق نتاع الوسط إذا المرافق تاع الوسط هو إكس ناقص واحد ناقص واحد في لأن هذا فعل الجدر إكس ناقص واحد
زائد واحد نوع مرفع على x ناقص زوج في جيل x ناقص واحد زائد واحد تساوي ليميت x تؤول إلى زوج. هنا a ناقص b زائد b هي a وسيدنا ناقص b وسيدنا يعني x ناقص واحد لأن هذا لنا وسيدنا يمشي جيل ناقص واحد وسيدنا هي واحد على x ناقص زوج في جيل x ناقص واحد زائد واحد تساوي ليميت x تؤول إلى زوج. نختاز بها هي x ناقص واحد ناقص واحد x ناقص زوج تمشي مع x ناقص زوج تبقى واحد على جدر x ناقص واحد زائد واحد تساوي دابا إلا عوض جوج ناقص واحد هي واحد جدر واحد واحد زائد واحد زوج يعني واحد على زوج. إذا f قابلة للاشتقاق عند جوج ولدينا f تحاول تاع جوج تساوي واحد على جوج كما العلامة. إلا بغيت تتأكد حسب الشيخة افتح على اكس واش كتساوي افتح على اكس في الحالة اشتقاق تاع جدر هو اشتقاق تاع الداخل يعني واحد على جوج جدر اكس ناقص واحد. إلا عوضنا افتح تاع واحد تاع جوج عفوا واش نساوي واحد على جوج في جدر جوج ناقص واحد هي واحد في واحد يعني واحد على جوج. إذا هذا الشيء اللي بقيت مزيان هذا فقط للتأكد. إذا سالينا نطلقوا الجزء الخامس والرفق. لا تبخل علينا بالضغط على زر إعجاب ثم تسجيل في القناة لتتوصل بالجديد من هنا ثم إرسال الفيديو إلى أصدقائك عن طريق أزرار الموقع الاجتماعي الموجودة هنا. إلى اللقاء.